أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، مصر جمعت فنانين من كل الجنسيات العربية فقدمت للعالم العربي مجموعة من الأعمال المميزة، وكان لنجوم الفن السوريين حصة من هذه الأعمال. في هذا الفيديو تعرفوا على فنانين سوريين أبدعوا في الدراما المصرية، وشاركنا برأيك من الأفضل. الفنانة السورية نسرين طافش. نسرين طافش هي ممثلة فلسطينية سورية جزائرية، ولدت في مدينة حلب في سوريا عام 82 ونشأت بها. وشاركت الفنانة نسرين طافش في العديد من المسلسلات المصرية، وكان أولها مسلسل ألف ليلة وليلة الذي لعبت فيه دور التوأم أفنان وكليلة، وكذلك شاركت في مسلسل ختم النمر حيث أدى شخصية مريم الفتاة العصرية التي تقع في غرام بطل العمل، وتحدث العديد من المواقف والتطورات خلال الأحداث بعد ذلك. وكذلك شاركت الفنانة نسرين طافش في مسلسل الوجه الآخر بطولة ماجد المصري، وتقدم الفنانة نسرين طافش أداء جميل بصدق إحساسها المعتاد من خلال شخصية سارة. وأما عن دورها في مسلسل المداح فقد أدى شخصية رحاب فلاحة والدها رجل غني وتعلمت في المدينة لكنها ابنة بيئتها. الشخصية يطرأ عليها العديد من التغيرات غير المتوقعة إطلاقا. وفي السينما المصرية كان لها دور عبر فيلم نادي الرجال السري. الفنان مكسيم خليل. الفنان مكسيم خليل هو ممثل سوري ولد في دمشق، والدته هي فنانة المكياج ستيلا خليل، وكانت بداية مسيرته الحقيقية في عام 2000، وشارك في الكثير من الأعمال وأهمها مرايا. وعن الدراما المصرية فقد كانت أولى مشاركاته في عبر مسلسل الشك، وفيه أدى شخصية محامي يتمتع بقدر من الدهاء الذي يستغله في تحقيق مصالح خاصة. وكما شارك الفنان مكسيم خليل في عام 2016 في بطولة المسلسل المصري ليلى مع رانيا يوسف. الفنان باسم ياخور. ولد الفنان باسم ياخور في مدينة اللاذقية في سوريا في 16 من آب أغسطس عام 61 ونشأ فيها، وبعد حصوله على الشهادة الثانوية قبل في المعهد العالي للفنون المسرحية في مدينة دمشق. وأول دور تلفزيوني للفنان باسم ياخور كان في العام 93 حينما شارك بمسلسل جدول لا تموت، وشارك الفنان باسم ياخور في بطولة أول فيلم سينمائي مصري له بعنوان خليج نعمة. وقد لقي الفنان باسم ياخور في الفيلم ترحيبا كبيرا من الجمهور المصري، كما أجمع النقاد أن موهبته الفريدة وحضوره الطاغي ساهما إلى حد كبير في نجاح الفيلم. كما شارك الفنان باسم ياخور في المسلسل المصري ظل المحارب عام 2008 مع المخرج نادر جلال، وزهرة وأزواجها الخمسة عام 2010 وهو مصري أيضا. الفنان قصي خولي. الفنان قصي خولي هو ممثل سوري والده الإعلامي عميد خولي، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق الذي تخرج منه عام 99، وبدايته الفنية كانت عام 99 في فيلم ذاكرة صعبة، وكانت أولى مشاركاته في الدراما المصرية من خلال مسلسل سرايا عبدين، وهو مسلسل تلفزيوني مصري أنتج وعرض عام 2014. ويحاكي المسلسل حياة الخديو إسماعيل بعد تسلمه العرش وحياته الاجتماعية، وكتبت قصته الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وأخرجه عمرو عرفة. كما شارك في المسلسل التاريخي هارون الرشيد، وهو مسلسل تاريخي مصري عرض عام 97، ويعرض قصة الخليفة العباسي هارون الرشيد، ويصور أيام الدولة الإسلامية في عهد الدولة العباسية ومجدها التاريخي. الفنان تيم حسن. وتيم حسن هو ممثل سوري ولد في مدينة طرطوس الساحلية عام 76 في منطقة تدعى الشيخ بدر، وكان أول عمل له في مسلسل الزير سالم عام 2001 بعد تخرجه.
وقدم العديد من الأدوار في الدراما المصرية، فقد شارك في مسلسل عائلة الحاج نعمان، وهو مسلسل مصري يتكون من جزئين أنتج الأول منه عام 2017، وتم إذاعته على قناتي شبكة أوربس شو تايم الرئيسية وشبكة أوربس شو تايم دراما. كما أتى الجزء الثاني عام 2018 ويتكون كل جزء من 35 حلقة. وأيضا شارك في مسلسل عابد كرمان، وهو مسلسل مصري من إخراج نادر جلال، بطولة الفنان تيم الحسن، وتشاركه البطولة ريم البارودي وعبد الرحمن أبو زهرة وشيرين، ومقتبس من قصة حقيقية. وقدم شخصية الملك فاروق في مسلسل الملك فاروق الذي عرض في رمضان عام 2017، وهو مسلسل تاريخي من إنتاج سعودي. وكان له دور البطولة في مسلسل الصقر شاهين، وهو مسلسل تلفزيوني مصري عرض في رمضان عام 2013، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى شاهين ويعيش في منطقة الصيادين في الإسكندرية. كما أنه ذو جذور صعيدية، ويكتشف فيما بعد بأن هناك آثار قديم عليه. الفنان جمال سليمان. الفنان جمال سليمان هو واحد من أهم وأبرز الممثلين السوريين، ويعتبر من عمالقة التمثيل، ويعرف بأدواره المميزة والمتنوعة في المسرح والتلفزيون والسينما. ولد الفنان جمال سليمان في 20 من شهر نوفمبر، وذلك في عام 59. وشارك الفنان السوري الشهير جمال سليمان مع النجمة الشابة سهر الصاير، وذلك في مسلسل الطاووس، والذي تم عرضه في رمضان عام 2021، وحقق نجاحا كبيرا، وأصبح ضمن قائمة أفضل مسلسلات رمضان لذلك العام. وشاركت النجمة المصرية سمية الخشاب مع الفنان السوري جمال سليمان في واحد من أهم مسلسلات الدراما المصرية، وأنجحها، وهو مسلسل حدائق الشيطان، والذي تم عرضه في عام 2006. وقد عاد الثنائي ليشارك من جديد في مسلسل بعنوان عودة الشيطان، وذلك في عام 2015. كما شارك في مسلسل الطاووس، والذي تم عرضه في رمضان عام 2021، بمشاركة الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنانة الشابة سهر الصايغ. وقام ببطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية المصرية، من أهمها قصة حب وشوارع الخلفية وسيدنا السيد ونقطة ضعف. الفنان باسل خياط. باسل خياط هو ممثل سوري، ولد في حي بغداد في العاصمة السورية دمشق عام 77، وبدأ التمثيل منذ أن كان في 8 من عمره، حيث شارك في مسرح الأطفال، ودخل بقوة إلى الدراما المصرية، فكان له مشاركة مميزة في 30 يوم، الذي تمحور حول طبيب نفسي يجد نفسه طرفا بتجربة مجنونة يضعه فيها شخص مجهول، أدى شخصيته الفنان باسل خياط. كما شارك النجمة يسرى في بطولة حرب أهلية، وشارك الفنانة شيرين عبد الوهاب في مسلسل طريقي، الذي ظهر الفنان باسل خياط بشخصية متعددة الأبعاد أحكم السيطرة على مفاتيحها. ومسلسل الميزان قدم فيه الفنان باسل خياط شخصية ضابط شرطة، يظهر بالحلقات الأولى كزوج رومانسي حنون، قبل أن يفاجئ الجمهور به ويخون زوجته التي تعمل بالمحاماة، حين يسرق دليل براءة أحد موكليها. ومن مشاركاته في الدراما المصرية أيضا مسلسل، شارك في أعمال درامية عدة، نذكر منها مسلسل مكان في القصر إلى جانب كل من غادة عادل، ومسلسل السيدة الأولى مع الفنانة غادة عبد الرازق. وأما في السينما فكان من أبرز أعماله فيلم باب الشمس، والذي عرض بمهرجان كان السينمائي في عام 2004. الفنانة كندا علوش. وكندا علوش هي ممثلة سورية، ولدت في مدينة حماة السورية، ودرست الأدب الفرنسي في المرحلة الجامعية، ثم انتقلت إلى دراسة النقد والدراسات المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. وكان الظهور الأول لها على شاشة التلفزيون عندما اختارتها المخرجة رشا شربتجي للمشاركة في المسلسل الاجتماعي أشواك ناعمة، وذلك في عام 2005.
وفي عام 2012 شاركت الفنانة كندا علوش في مسلسلين دراميين مصريين هما على كف عفريت والبلطجي. وفي عام 2014 شاركت في المسلسل الكوميدي دلع بنات إلى جانب مجموعة من ألمع الفنانين المصريين، ومنهم سمير غانم ومي عز الدين وسعد الصغير. والمسلسل البوليسي الاجتماعي على التنازل إلى جانب عمرو يوسف وطارق لطفي ومحمد فراج، وضيفة الشرف في مسلسل سبع وصايا، بالإضافة إلى مشاركتها السينمائية في فيلم لمؤاخذة. وفي عام 2015 شاركت في مسلسل الغموض والخيال والتشويق العهدي الكلام المباح، ومسلسل والإثارة والتشويق ستيفا، بالإضافة لذلك مشاركتها في الفيلم الكوميدي الرومانسي بتوقيت القاهرة. كما شاركت الفنانة كندا علوش في أفراح القبة والفيلم الرومانسي هيبيتا المحاضرة الأخيرة. وفي عام 2017 شاركت في المسلسل الدرامي حجر جهنم. وفي العام 2018 ضيفة للشرف المسلسل الكوميدي وكلينا ولعة سبع صنايا، وجذبت إليها الأنظار في مسلسل أهل كايرو، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل نيران صديقة. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.